بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتطرق في هذا الدرس إلى نصيحة من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم. نصحنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالحمية الغذائية التي ينصح بها أطباء القرب اليوم، ولذلك فإن النبي وضع أساسا للطب الغذائي. لنتأمل قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث رواه الترمذي. يؤكد العلماء أن امتلاء المعدة بالطعام والشراب من أخطر العادات الغذائية، ولذلك ينصحون بضرورة الإقلال من الطعام، حتى أن بعضهم يعالج الكثير من الأمراض بمجرد الحمية الغذائية والامتناع عن تناول كميات كبيرة من الطعام. وهذه القاعدة النبوية تعتبر من الأساسيات الطب الحديث، وهذا يدل على صدق النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.